ذكريات طبعا لا تنسى، ويبدو كمان ان كابتن سيد عبد الحفيظ نجم الشباك، يعني من لقطتين مهمين جدا وماتشين ما بننساهمش طبعا، ماتش الترجي وماتش سان داونز، والاثنين كانوا في رمضان، وان شاء الله باذن الله ان شاء الله هنفرح باذن الله يوم السبت ونقدر نتجاوز ان شاء الله ماتش الهلال ونفرح جماهير النادي الاهلي. وانا النهارده يعني اكتر ما عايز اتكلم كوره عايز اتكلم على ال 50,000 باذن الله اللي كانوا حاضرين في مباراه السبت اللي جاي ان شاء الله في مواجهه الهلال. اعتقد ان مهم جدا جدا ودور كبير جدا مستنينه من جماهير النادي الاهلي يا محمد. والله يا احمد بص، من ساعه التذاكر ما تم طرحها والناس ما عندهاش الا سؤال واحد بس، معاك تذكره؟ يعني الناس كلها بتتكلم على التذاكر صح؟ انا مصر كلها مكلماني على تذاكر. المشكله يا جماعه طبعا جمهور النادي الاهلي، انت لو طرحت 200,000 تذكره هيخلصوا في ساعات. طبعا كلنا عارفين ان التذاكر مجرد ما تم طرحها اونلاين عبر تذكرتي يعني على طول قبل طلوع النهار كانت التذاكر كلها نفذت. انا كنت اتمنى طبعا ان التذاكر يتم طرحها على دفعات لاتاحه الفرصه طبعا لاي حد ممكن ظروفه ما سمحتش او السيستم كان فيه مشكله في وقتها، لكن نتمنى باذن الله طبعا ان ال 50,000 اللي هيحضروا هيكونوا جاهزين للمسانده والتشجيع والمؤازره بالنيابه عن 70-80 مليون اهلاوي في كل مكان. بالزبط. وان شاء الله باذن الله يمكن خلال الساعات اللي جايه احمد كمان في نقطه مهمه، الاتحاد الافريقي النهارده بعت ايميل طلب طبعا النسبه المحدده طبقا للائحه لجمهور نادي الهلال، وهي حوالي 5% من عدد التذاكر، يعني بنتكلم في 2500 تذكره. قد يتم اجتماع خلال الساعات اللي جايه ويتم زياده نسبه معينه بحيث ان جمهور الهلال يحضر بالعدد المقرر طبقا للائحه الاتحاد الافريقي، وقد يكون هناك يعني اضافه اخرى لعدد من التذاكر، لكن طبعا هننتظر بقى التاكيدات الرسميه ولكن هنشوف اللي هيحصل خلال الساعات اللي جايه. لكن انت مجرد ما تقول للجمهور بس ده في 1000 تذكره هيتم طرحهم تاني، الناس طبعا بتبقى مستنيه تحجز اي تذكره عشان تحضر وتشجع الاهلي باذن الله، والاستاد ان شاء الله باذن الله هيكون اكتر من 50,000 كمان في مباراه السبت باذن الله.